السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من معهد الأسكندرية العالي للإعلام ونشرة جديدة. Hello and welcome to Alexandria Media Institute. وإليكم أهم العناوين. العبيسي يكرم المعيدين لحصولهم على درجة الماجستير. دورة تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. إقامة رحلة ترفيهية بالأسكندرية العالي للإعلام. انطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي من داخل أروقة العالي للإعلام. وإليكم التفاصيل. في جو يسوده الحب والمودة، كرم الأستاذ محمد العبيسي نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير الشؤون المالية والإدارية بالمعهد، الأستاذ أحمد ممدوح المعيد بقسم العلاقات العامة والإعلان، والأستاذ طاهر أبو زيد المعيد بقسم العلاقات العامة والإعلان، والأستاذ علي زايد المعيد بقسم الصحافة، متمنين لهم دوام الرقي والنجاح. نحتفل بأبنائنا المعيدين اللي حصلوا على الماجستير، وأتمنى لهم الترقية إلى الدكتوراه إن شاء الله. تفضل نائب رئيس مجلس الإدارة بتوزيع شهادة شكر وتقدير للمجهود اللي اتبذل من ولادنا المعيدين اللي قدروا ينهوا مرحلة دراسة في الماجستير علشان يبقوا إضافة للمكان. نبدأ بالأخ العزيز طاهر أبو زيد بمناسبة أستاذ علي صبحي. في إطار قيام وحدة ضمان الجودة بالأسكندرية العالي للإعلام بدورها في التدريب، قامت الوحدة بعقد دورة تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعنوان إعداد ملف المقرر. تأتي هذه الدورة كجزء من الخطة التدريبية للمعهد خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020. استهدفت الدورة توضيح بنود ملف المقرر والنماذج المعتمدة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد وكيفية استخدام هذه النماذج. Setting an entertainment trip in Alexandria Media Institute to activate student activities and create enjoyable atmosphere in student spirits before getting in their daily work, create renewable their powers and hard working and energetic activities and be active to continue their educational process. Alex Media Institute set a trip for 3 days to Dahab Resort. There are many attractive views and natural scenery that activate the student and their supervisors. إقامة رحلة ترفيهية من داخل معهد الأسكندرية العالي للإعلام تفعيلا للأنشطة الطلابية ولبند الرحلات، حيث مشاهدة المناظر الخلابة الطبيعية الممتعة. انطلاق أولى مسابقات التصوير الفوتوغرافي بمعهد الأسكندرية العالي للإعلام لعام 2019-2020 حتى تلتقط بعدستك كل ما تراه، ويشمل هذا التصوير الأماكن العامة والتاريخية بجميع محافظات مصر. وقد بدأ هذا الماراثون من الأحد الموافق 23 فبراير، وانتهت المسابقة مساء السبت الموافق 29 فبراير، وسيتم تكريم الصورة الحائزة على أكبر عدد من الإعجابات بصفحة المعهد، وذلك يوم الأحد 8 مارس الجاري. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية من داخل معهد الأسكندرية العالي للإعلام. قدمها لكم فاطمة صابر، يوسف الهواري، مازن أحمد. Good bye.